خلينا بقى نروح لحراسه المرمى. يعني ما زلت متمسك بهاني الهاني سليمان. هاني بقى 37 سنه وبيظهر بمظهر جيد جدا، وكل موسم افضل من الثاني. الحارس الثاني عندك ما زال عمر صلاح، عندك ثبات يعني في حراسه المرمى. ومحمد اشرف وحسين تيمور. محمد اشرف اللي كان في المقاولين ده ولد كويس جدا. لا وحسين تيمور ده حدوته برضو والله. طبعا ده منين يا كابتن؟ ده من اسكندريه. من اسكندريه. هل يعني في فكرة عند الكابتن أحمد ناجي ممكن في فترة مثلا تدي للولاد الصغيرين أو تدي فرص لمن بعد الهاني سليمان؟ مثلا جات الرابطة برضو، يمكن شفت عمر ماتش أو ماتشين أو ماتشين في الكاس بديت عمر السنة اللي فاتت. لا هو طبعا أنا عندي ثقة فيهم كلهم، لكن المركز ده مركز حساس جدا، وانا ما عنديش رفاهيه ان انا مثلا نادي كبير يعني في ريسك يعني اعمل ريسك مش محسوب. لكن الهاني مادي اداء بتاع 20 سنه مش بتاع 37 سنه. ده صحيح. يعني كنت في مداخله قريب وبعدين قعدوا يتكلموا على الكلين شيت، قلت لهم والنبي الله يخليكم محدش يتكلم لا كلين شيت ولا ما كلينش الشيت، خليها ماشيه كده، خلينا ماشيين جنب الحيط. لكن الحمد لله. هو وبعدين يعني الحراس اللي معاه حراس اقوياء جدا. فيمكن دي عامله دوافع للهاني لكله يعني، وللهاني بالتحديد، لانه هو طبعا شايف حارس الاساسي مش عايز جدا. طيب خلينا نخرج من بس خلينا اتكلم عن الهاني شويه عشان انا بحب الولد ده. شايف انه مظلوم في المنتخب ولا بقى منطقي وطبيعي انك بتاخد اثنين كبار اللي هم الشناوي ابو جبل واثنين صغيرين زي صبحي وجات؟ لا وجهه نظر خاطئه جدا. خاطئه جدا. المنتخب مش نادي، المنتخب تاخد احسن اربعه في الوقت اللي فيه المعسكر. نعم. ما تاخدش طبعا صبحي جول كبير وجات جول كبير، يعني ده شايل نادي وده شايل نادي، مش عشان صغيرين. نعم. يتاخدوا عشان ان هم جوان كويسين. ايوه. مش عشان ان هم جوان صغيرين. لكن انا وجهه نظري الشخصيه ان يبقى في ثلاثه خبرات ومعاهم ثلاثه خبرات وعندهم الثبات الانفعالي المطلوب، عندهم اللعب تحت الضغوط مطلوب، عندهم كاركتر الشخصيه اللي هي زي ما عملنا كده في كاس العالم وخدنا شريف اكرامي، كان عواد. نعم. عنده حاله فنيه عاليه جدا، لكن لما جينا حسبناها من بقيه النواحي فضلنا شريف عن عواد يعني. نعم. لو انه هاني كان موجود مع المنتخب في بطوله الامم الافريقيه الاخيره وتعرض لموقف ابو جبل، يعني الشناوي اصيب، ثلاجه هتلعب. ثلاجه. ثلاجه هتلعب ولا يهمه اي حاجه فعلا. والله. شخص يعني بيحب اللعب ويحب كره تجيله، يعني الحراس اللي بالنوعيه دي يعني يقول لك الماتش ده ما جاليش حاجه، كنت عايز يا سلام. والله.